أكد محمد صعفان وزير القوى العاملة على أن مصر بتخوض منفردة حربا مع الجماعات الإرهابية اللي بتحاول أن تسطو على مقدرات الشعوب العربية. أشار بأنه على الرغم من ذلك إلا أن الحكومة المصرية وضعت خطة طموحة للقضاء على البطالة من خلال منظومة متكاملة للتدريب والتشغيل. تم إعداد هذه المنظومة لتكون على رأس أولوياتها في الفترة الحالية، إلى جانب الاهتمام بالتعليم بصفة عامة والتعليم الفني بصفة خاصة، وضمان أيضا أن تتناسب مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. ده كان في كلمة مصر خلال مشاركتها في أعمال اجتماع وزراء العمل والتوظيف بالدول الأعضاء والمدعوة بمجموعة 20 واللي بتستضيف مدينة بكين الصينية، تمهيدا لقمة المجموعة اللي ستعقد في شهر سبتمبر المقبل بمدينة هانشو بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء. طبعا عندما نتحدث عن القوى العاملة ومن الواضح يعني أن الوزير كان يعني يتطرق بأن جزء من وجود أو إمكانية تجنيد بعض شبابنا في الجماعات الإرهابية، جزء منها بأن احنا ما عندناش فرص عمل يعني تقضي على البطالة وأيضا تعيد تركيز هؤلاء الشباب.